وكم ازداد فخري وانا اشهد بعين متامله جموع الشعب المصري تعبر عن نفسها. في المقدمه كان شباب مصر يعبر عن نفسه وعن حيويه مصر ومستقبلها. وكالعاده والعهد تثبت المراه المصريه مره اخرى بانها صوت الضمير الوطني المعبر عن صمود وسلامة امتنا. كما كان عمال مصر وفلاحوها نموذجا للوعي والاراده وياكدون مره اخرى على انهم صناع المستقبل وزارع الامل والشكر موصول لجيش مصر وشرطتها وقضائها الذين امنوا واشرفوا على خروج هذه الملحمه الوطنيه بتلك الصوره التي استدعت الفخر والاعتزاز وفي نهاية حديثي إليكم أؤكد أنني كما عهدتكم رجل مصري نشأ في أصالة الحارة المصرية العريقة أنتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا أملك في مهمتي التي كلفتموني بها سوى العمل بكم ومن أجلكم لا أدخر جهدا ولا أسعى سوى لإرضاء الله تعالى وتحقيق آمالكم وتطلعاتكم إن اختياركم لي لقيادة الوطن إنما هو أمانة أدعو الله أن يوفقني في حملها بنجاح وتسليمها بتجرد. فلنعمل معا لأجل مصرنا العزيزة. وبقوة شعبها واصطفافه الوطني دائما وأبدا. وقبل كل شيء وبعد كل شيء بالله سبحانه وتعالى تحيا مصر، تحيا مصر تحيا مصر